كشف حسن يوسف سر غيابه عن الدراما والسينما خلال السنوات الماضية، فقال إن هناك في ممثلين بياخدوا 30 40 مليون، أنا بقول أنا ده أجري 2 مليون جنيه وده اللي بيطلبه من المنتجين، مضيفا المنتجين بيفصلوني زي ما بيكونوا بيشتروا طماطم. شمس البارودي عمرها دلوقتي 75 سنة وحسن يوسف 87 سنة، وهي كانت اتجوزت قبل كده من الأمير خالد بن سعود، ودي صور ليها في فرحها عليه. حسن يوسف كان متجوز لبلبة قبل شمس البارودي، ودي أحدث ظهور ليهم مع بعض، ودي صور حديثة برضو. هما خلفوا 4 أبناء، عمر ومحمود وعبد الله وناريمان، هنا مع بنته ناريمان، وادي هنا محمود حسن يوسف، وادي عمر ومحمود مع بعض. ده عمر، كان عمر أعلن جوازه في الصورة دي. وكتير ما يعرفوش إن الفنان حسن يوسف شقيق اسمه عادل يوسف يشبهه كتير، ودي صورة نادرة لشمس البارودي مع شقيقتها.